أهلا بحضركم. التحضيرات لموسم الحج هذا العام بدأت، خاصة وأنه موسم مختلف بعد ما قررت السعودية رفع عدد حجاج هذا العام. وزارة الداخلية هتبدأ إجراء قرعة الحج بداية من يوم الثلاثاء بعد انتهاء مدة التقديم للحج، وكان التقديم لحج القرعة بدأ بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك في الفترة من 24 إبريل وانتهى يوم 6 مايو الجاري. على العموم، لمزيد من التفاصيل هينضم إلينا محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. أهلا بك. أهلا وسهلا بك وكل السادة المشاهدين. أهلا بك. يعني في البداية قول لنا يا محمود تفاصيل إجراء القرعة الخاصة بالحج هذا العام وإزاي بيتم إجراءها. طبعا فور الإعلان عن حج القرعة الخاصة بوزارة الداخلية، وزارة الداخلية بتتيح للمواطنين التقديم لها عن طريق أحد الوسائل من خلال ثلاث حاجات. أولا اسم الشرطة القريب من مكان الواحد، بمعنى أن أنا لو سكنت في إمبابة راح أدي في اسم إمبابة، أو عن طريق موقع وزارة الداخلية بدخل أسجل عن طريق موقع، أو عن طريق التسجيل عن طريق البريد الصوتي أو الخاص الداخل. دول ثلاث طرق بتتيح بيهم وزارة الداخلية للمواطنين التقديم للحج لهذا العام. طبعا تم التقديم من قبل عدد كبير من المواطنين. بعد ذلك بعد ما تم إغلاق باب التقديم زي ما حضرتك قلت يوم 6/5 الماضي، بدأت وزارة الداخلية تستعد الآن لإجراء القرعة. إجراء القرعة بتتم في داخل مديرية الأمن، بمعنى أن المواطنين اللي قدموا في محافظة الجيزة بيتم إجراء القرعة الخاصة بيهم في محافظة الجيزة. الناس اللي قدموا في دمياط بيتم إجراء القرعة الخاصة بيهم في مديرية أمن دمياط. القرعة بيتم إجراءها عن طريق الكمبيوتر وإجراء عملية إلكترونية بحتة دون تدخل أي مواطن، بمعنى أن محافظة زي محافظة البحيرة اللي مقدمين فيها فردا مثلا 10,000 مواطن، مطلوب 500 مواطن أو 700 مواطن هم المطلوبين، فالكمبيوتر بيختار عشوائيا 700 مواطن أو 500 مواطن، يتم إعلان الأسماء دول على حضور القرعة الناس الحاضرين أو عن طريق يعني الإعلان في وسائل الإعلام والاتصال بهم شخصيا، فالمواطن بعد ذلك بيعرف أنه يعني ربنا اختاره واصطفاه لأداء الفريضة في الحج لهذا العام، وبيبدأ بعد ذلك الإجراءات اللي مطلوبة بعد ذلك. يعني ده معناه أن في ضوابط معينة فيما يتعلق بنسب معينة بمحافظات الجمهورية، صحيح؟ بالفعل فندم، ده سؤال وجيه. الناس بتعتقد ان لو مثلا مطلوب ان يكون 10,000 مواطن، فال 10,000 مواطن بتاخده عشوائيا على مستوى الجمهوريه. الكلام ده مش مظبوط، وانما هناك ضوابط زي حضرتك قلتي. هذه الضوابط بيتم تقسيم النسبه المطلوبه على المحافظات وفقا للكثافات السكانيه، فبالتالي كل محافظه ليها حصه مخصصه بيتم اجراء القرعه على هذه الحصه. زي ما احنا شرحنا لو محافظه مطلوب لها 400 فبيتم اجراء القرعه على 400 على 300 على حسب الحصه المقرره للمحافظه وفقا لكثافه المحافظه. تعرف ان عندنا محافظات فيها كثافه كبيره جدا، في محافظات فيها كثافه اقل، فبيتم تقسيم الاعداد وفقا للكثافات السكانيه للمحافظه. صحيح. طيب محمود، ايه الاجراءات الاحترازيه اللي تم التشديد عليها لمنع انتشار فيروس كورونا؟ طبعا ده اول حاجه يتم بعد اول حج يتم تنظيمه وخروجه بعد هذا الوباء. فوزاره الداخليه منذ الاعلان عن الحج لهذا العام شددت على الاجراءات الاحترازيه سواء اثناء التقديم او اثناء اجراء القرعه او حتى ما بعد ذلك وصولا لاداء المناسك، عن طريق ضروره يعني لبس الكمامه الخاصه بمكافحة كورونا، وجود مسافات كافية بين كل مواطن وآخر، كمان وجود كحول، وكمان الأماكن الشرطية اللي بتستقبل المواطنين يكون متوفر فيها هذه المواد وهذه الأدوات، وده كله الهدف منه هو حماية المواطن نفسه من الإصابة بمرض كورونا. بيتم الأمور كلها في أجواء آمنة حتى يضمنوا يعني الحفاظ على صحة الجميع. صحيح. يعني إن شاء الله كل اللي يروح يرجع سالم يا رب. وخليني أسألك، في كم تقريبا طلب تم تقديمه للحج هذا العام، وكم طلب مفترض أنه يتم قبوله أو قبوله؟ طب ده سؤال بيشغل بال ناس كثيرة من المواطنين. كان متعارف عليه يعني مصر بصفة عامة بتستحوذ حوالي 78
عدد من الحجاج كل عام، وده كان قبل ظهور وباء كورونا. هذه النسبة كانت بتتم تقسيمها ما بين أنواع الحج المختلفة، سواء حج قرعة خاص بوزارة الداخلية، أو حج الجمعيات الخاص بوزارة التضامن، أو حج السياحة الخاص بوزارة السياحة، أو حتى الحج الفرادة. لكن هذا العام طبعا في تخفيض للأعداد بسبب وباء كورونا، أكيد حصة مصر حتى تكون أقل شوية من السنوات الماضية. لم يتم الإعلام بشكل رسمي عن عدد الأشخاص اللي تقدموا كام واحد، ولا يتم كمان الإعلان عن عدد الأشخاص اللي يتم قبولهم من قبل وزارة الداخلية في حج القرعة. لكن الأتيح لنا من معلومات إن عدد المتقدمين كان بالألاف على مستوى الجمهورية، عدد ضخم. إن الناس زي ما قلت حضرتك لنا سنتين، آخر حج كان في 2019، فبالتالي سنتين هناك تكدس من قبل المواطنين، الناس تبقى عشمانة أنها كلها تؤدي هذه الفريضة. وده طبعا بيبقى حلم العمر، حلم العمر أن الواحد يزور الأراضي المقدسة، فعشان كده الأرقام كانت كثيفة وعالية جدا. ربنا يتقبل من الجميع يا رب. وفي يا آخر رب. سؤال، يعني بعد إجراء القرعة إيه اللي بيتم بعد كده من إجراءات؟ يعني بعد ما يتم إجراء القرعة واختيار الفائزين، بعد ذلك بيتم تحديد مجموعة من الأوراق والمستندات على الفائز أو الحاج إحضار هذه الأوراق. أوراق بتبقى خاصة بأوراق صحية، بأوراق خاصة بخلو من العديد من الأمراض خاصة الأمراض المزمنة، مطلوب منه فيش جنائي، مطلوب منه شهادة تحركات، كمان مطلوب وده يعني شديدين عليه جدا أن تكون هناك شهادة تؤكد يعني حصول هذا المواطن على لقاح مكافحة كورونا، وطبعا جواز السفر الساري. إذا ما تم ارتفاع هذه الأوراق بيتم سداد قيمة الحج. بعد ذلك يعني شؤون الإدارية وزارة الداخلية بتتولى إنهاء إجراءات المواطن حتى يتوجه إلى الأراضي المقدسة. وزارة الداخلية دورها ما بيتوقفش عند داخل مصر، ولكن حتى خارج مصر عن طريق إفادة مأموريات من قبل وزارة الداخلية بيرصد الحجاج لضمان التيسير والتسهيل عليهم، ضمان وجود فنادق قريبة من الحرم حتى يوفر يعني الراحة للحجاج، ضمان وجود منظومة نقل سهلة لنقل المواطنين الحجاج إلى المشاعر المقدسة، ومنظومة غذائية وصحية. كل هذه الأمور وزارة الداخلية بتكون مهيئة بهدف خلق مناخ يعني جيد للمواطنين والحجاج حتى يستطيعوا أن يؤدوا المناسك بسهولة ويسر. ربنا يتقبل من الجميع. شكرا لك محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. شكرا لك مرة أخرى. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. إذا مشاهدينا ومتابعي شاشة التلفزيون اليوم السابع، إلى هنا تنتهي هذه التغطية. شكرا لكم، كنت معكم شروق وجدي، وإلى اللقاء.